السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أسامة شعبان من محترفي الحماية ومع دورة تعلم الفوتوشوب. اليوم بإذن الله سنتطرق إلى الدرس الثالث من وحدة الأساسيات. هذا الدرس إن شاء الله سينقسم إلى قسمين. في الجزء الأول سنتطرق إلى كيفية عمل إطار بالعديد من الطرق عن طريق برنامج الفوتوشوب، وفي الجزء الثاني سنتطرق إلى كيفية جعل الصورة تظهر بالأبيض والأسود وجعل فقط جزء من الصورة يظهر بالألوان. قبل البدء في الدرس إخواني، نسيت أن أخبركم برابط الأدوات التي قمت باستعمالها في الدرسين الثاني والأول. بالنسبة لرابط الأدوات فهو يظهر الآن تحت الشاشة. أما بالنسبة لمن يريد تحميل بعض الخطوط، هنالك موقعين شهيرين. الموقع الأول بالنسبة للخطوط الأجنبية هو www.dafon.com، هو يظهر كذلك أسفل الشاشة. بالنسبة للخطوط العربية هنالك www.arfon.net. إذا نبدأ في درسنا لهذا اليوم. أولا نقوم بفتح برنامج الفوتوشوب، نقوم بفتح الصورة المراد عمل عليها بالضغط على فايل أوبن. نختار لكم اليوم هذه الصورة، انتظر قليلا. نعم جميل. أول شيء نقوم بجعل الصورة تظهر بالأبيض والأسود بالضغط على هذه الأيقونة، أيقونة التأثيرات أو الـ Adjustment، ثم نضغط Black and White. كما تلاحظون الصورة أصبحت بالأبيض والأسود. الآن نقوم بالضغط على هذه الأيقونة لقلب الألوان، الأبيض يأتي في مكان الأسود والعكس. ثم نقوم باختيار أداة البراش، نقوم بتكبير الحجم قليلا، ثم نقوم بمسح الجزء الذي نريد أن يظهر بالألوان هكذا. مثلا أنا أريد أن أجعل هذه السيارة تظهر بالألوان، هي سواء أقوم بمسح هذه السيارة. أولا نبدأ بجوانب هذه السيارة. إذا أخطأنا أو قمنا بالخروج عن الإطار، فقط نقوم بالضغط على Ctrl Alt Z من الكيبورد ونضغط على Edit ثم هذا الخيار. نعم جميل، الآن نواصل العمل. الحقيقة تحتاج القليل من الصبر لكن لا بأس. كما تلاحظون فقد جعلنا هذه السيارة تظهر بالألوان والصورة تظهر بالأبيض والأسود. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من الدرس، وهو عن كيفية عمل إطار بالعديد من الطرق. نبدأ بالطريقة الأولى، نقوم بالضغط مرتين على الباكراوند لتحويلها إلى لاير أو طبقة لنتمكن من التعديل عليها. نضغط مرتين على اللاير ثم نذهب إلى ستروك، ثم نختار هذا الخيار لنجعل الإطار يظهر داخل الصورة. نقوم بتغيير لون الإطار كما نشاء، مثلا هذا اللون. نعم هذه هي الطريقة الأولى، طريقة بسيطة. ننتقل إلى الطريقة الثانية. إذا أردنا أن نحذف الإطار، كذلك نضغط على Ctrl Alt Z من الكيبورد ثم نقوم بمسح الإطار بهذه الطريقة. الآن ننتقل إلى الطريقة الثانية. أولا نقوم بتحديد هذا الجزء من الصورة هكذا، نقوم بالضغط على Edit ثم Stroke، ثم كذلك نختار هذا الخيار لجعل الإطار يظهر داخل الصورة. نقوم بتكبير الحجم إلى 3 مثلا، نقوم بتغيير اللون كما نريد، مثلا يكون اللون الأحمر. نضغط أوكي ثم هكذا كما تلاحظون قمنا بإنشاء إطار مثل الطريقة الأولى. الآن نقوم بالانتقال إلى الطريقة الثالثة، طريقة مختلفة نوعا ما لكن نفس المبدأ. نقوم بتحديد هذا الجزء من الصورة، هكذا، ثم نضغط على Select ثم Modify ثم Smooth، نغير الواحد إلى 6 ثم نضغط OK هكذا. الآن إما أن نقوم بالضغط على Ctrl Shift E من الكيبورد أو نذهب إلى Select ثم Inverse نفس الشيء، نضغط على Supreme أو Delete من الكيبورد ثم نضغط مرتين على Layer ونختار الإطار
هكذا. هناك طريقة أخرى أعزائي، إذا كنتم تريدون أن تجعلوا الإطار منقط فقد تقوم باختيار الحجم الواحد، تغير الكولور إلى فاتن، تقوم باختيار الفاتن الذي قمت بإرفاقه قبل قليل، هذا الفاتن أو هذا الفاتن. نعم إلى هنا إخواني ينتهي الدرس الثالث من وحدة الأساسيات، إلى أن ألقاكم في درس آخر بإذن الله، كان معكم أسامة شعبان من محترفي الحماية.